والبداية بالشأن الأمني، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني بذرعان ولاية الطارف من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأدوية المخدرة والأقراص المهلوسة متكونة من 7 أشخاص، وحز أكثر من 71,000 قرص مهلوس إضافة إلى 80 نوعا من الأدوية المخدرة. المزيد في ميكروفون هشام قسمية. قيمة المحجوزات ككل تقدر بحوالي بأكثر من 200 مليون سنتيم في سوق الصيدلة، وحوالي 5 ملايير سنتيم في السوق السوداء، وهي كانت موجهة جميعها للسوق السوداء. إلى قطاع الصحة، حيث أكد المدير العام للمستشفى الجامعي ابن بديس بقسنطينة أن النتائج النهائية للتحليلات التي خضع لها مواطن مشتبه به حامل لفيروس الكورونا أفرزت أن هذا المواطن أصيب بزكام عادي حاد ولا يحمل أي فيروس، كما أكد أن قسنطينة لم تستقبل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا. ميكروفون عبد الجليل حنديس وهشام طلبية. بعد ما كانت الأسبوعين اللي فاتوا تكلمنا على شخص جاء في المستشفى لهنايا يشتبه فيه بلي عنده كورونا، نؤكد اليوم باللي راه ما كان حتى شخص اللي راه عنده كورونا، كان عنده زكام قوي، وراه التحاليل اللي قمنا بها بكل خروج سلبيه، والحمد لله هو الان في صحه جيده وراه خرج لدارو لبيته لاباس به. ونؤكد مره اخرى باللي ما كان حتى اوكان كا اللي راه يحمل هذا المرض الفيروس الخطير. في الفلاحة، يتواصل احتجاج حوالي 24 شخصا من أصحاب المستثمرات الفلاحية بحي بوغصاص أحمد في بلدية برحال بعنابة، وذلك في خطوة منهم للتعبير عن مخاوفهم. للدراسة الأخيرة التي قامت بها لجنة من مديرية المصالح الفلاحية ومديرية أملاك الدولة وكذا البلدية لغرض توسيع المنطقة إلى صناعية تجارية. ميكروفون هشام قسمية. كل يوم ازون جديده، كل يوم ازون. هاي لازون هاي فارقه، لازونات كامله هاي فارقه، حنا لازون هاي كامله فارقه. هاي تجيني الارض الفلاحيه تقرر غير الارض الفلاحه باش تديرها ازون، حنا نطالبوا بحمايه الاراضي الفلاحيه. من جهته، اكد مدير المصالح الفلاحيه بولايه عنابه انه في حاله ما اذا كانت الدراسه التقنيه للمكان ايجابيه فان المستثمرات لن تمس. مازلنا ما وصلناش، كان يعني لا سوسيتي هذه اللي تسير اللي تصير المناطق دي الصناعية، عمل دراسة كاملة، يعني هل راح تقيس 500 نكتار، هل قل، هل مازلنا ما نعرفوش. احنا في دراسة الأولية، وين كان معلومات، وين كان ليتود دو بروكسيميتي سوسيال دو سيزون، ومن بعد كنزيدو نشوف. في السكن، لم تمر عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات بحصة 1174 سكن بعاصمة ولاية الوادي مرور الكرام، حيث أقدم المقصيين على الاحتجاج وغلق الدائرة واحتجاز رئيسها، كما قطعوا الطريق مطالبين بتنحية رئيس الدائرة واتخاذ والي الولاية قرارا يوصفهم، مؤكدين أن القائمة شملت أشخاصا من خارج الولاية. سكينة بالعروسي، سنة التالي. الاستغلال، والشعب الجزائري قاعد يتحضن ويطلب في سكنة. جازنا راه في اوروبا كامل، والحكومة هذه قاعدة تتلعب بالشعب، وراي مخلي الجزائر، مخلي الجزائر ضحك عليه. براني يدي والبلاد ما يديش، عيب. ما نقبلوش، ديروا لنا حل، بوتفليقة ديروا لنا حل. من جهته، أكد رئيس دائرة الوادي أن القائمة تم الإعلان عنها بعد تحريات وتحقيقات، وشملت المحتجين حسب الأولويات. كان 65 حي في الوادي، حسب ملفات وحسب كل حي واش ملف موجود عنده، وبعدين الاولين الاقدمين من الاقدم ملفات. النقطه الثانيه انه الطلبات تاع الكبار اقل من الصغار، اقل من 40%. دوك راهي مشكل الناس الكبار في السن، الصغار تقريبا ما عندناش ملفات عدد كبير. السكن الهش وحده والاجتماع وحده، الناس تاع الهش الايام الثقافه راح نسكنوهم، وما عندناش بس عندنا 21 واحد قبلوا بان هدموا الديار. اما الباقي ما هدموش الديار تاعنا ولا عطيونا السكنه، قلنا هذا ما قالوا يمنع، رفضوا، يحب يدي سكنه ويبقى الدور تاع الترابلي، والتراب تاع الدور ماشي ملك تاعو.
ختاما، تعيش ولاية تيارة هذه الأيام فعاليات الصالون الوطني للفرس في طبعته الثامنة، والذي يعرف عدة تظاهرات رياضية تنافسية، حيث انطلق استعراض كبير لمختلف فرق الفروسية والفولكلورية المشاركة أمام منصة شرفية. تقرير ديار بن داود. بحضور السلطات المحلية وجمع غفير من مواطني الولاية، انطلقت تظاهرة الصالون الوطني للفرس التي تجري فعالياتها في نسختها الثامنة، أين كان المواطنون على موعد مع الفرجة مع جموع الخيالة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن. لقد حرصنا على تنظيم هذا الصالون كل سنة وفي مثل هذا الوقت بالذات ليس للفرجة فحسب، بل إيمان منا بضرورة المحافظة على تراثنا العريق. كما سجلت مشاركة عدة فرق فولكلورية جذبت انتباه زوار هذا الصالون من المواطنين. الله يبارك، هنا يا تيارت هي بلاد الخيول وبلاد القمنة وبلاد العزيمة، والله يبارك والله يحفظ رجال تيارت. نرحب بالضيوف الكرام في الولاية تاعنا، ومهرجان شباب بزاف والله يبارك، نشكر كاع اللي راهم حاضرين. فرق الخيالة هي أيضا كانت لها الكلمة في التفنن بطريقة إطلاق البارود وإضفاء البهجة على هذا الصالون الذي تحول إلى عرس للجميع من ضيوف الولاية من مختلف جهات الوطن، كما كان للطفولة حظها في ركوب الخيل وعروض أخرى تحولت بموجبها مدينة تيارت إلى مدينة للخيول والخيالة بدون منافس. مزيدا من الأخبار في نشرتنا اللاحقة، ابقوا معنا.